السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة روزلاند. النهاردة ريفيو جديد جدا وحلو هيخص كل عروسة بتجهز. إن شاء الله النهاردة معانا تشكيلة من التوك أو الإكسسوارات اللي بتتحط في الشعر بالنسبة للعرايس الجداد. زي ما انتوا شايفين كده معانا النهاردة أول توكة معانا اللي هو الشكل ده كده. شايفين التوكة ما شاء الله الواناتها جميله جدا وحلوه قوي. معانا اول لون، لونه جميل جدا. هبدا اوريكم الالوان اللي معايا قطعه قطعه ونشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده طلعت لكم الالوان. شايفين اللون الاصفر الجميل ده، اصفر في اصفر كده، في حاجه زي البيبي بلو، وكمان الاحمر ده بيبقى حلو قوي. معانا كمان الدرجه دي كشمير فاتح خالص، كمان معانا الكحلي دي حلوة قوي. الوردة بيضة طبعا متطعمة بالأحمر. بصوا شكل التوك أصلا حلو جدا جميلة. معايا كمان دي حلوة جدا، شكلها تحفة بصراحة، حلوة قوي. شايفين الجمال ده، حلوة جدا. بصوا التوكة معايا اهيت. التوكة سعرها حلو جدا، توكة بيتي تنفع تلبس على كل البيجامات. طبعا بقى بتغير شوية في البيت، شكلها حلو زي ما انتوا شايفين والوانها جميلة. بصوا معانا كذا لون حلو، هوت الكحلي والدرجة دي حلوة قوي، والاصفر، ومعانا اللي هي السيمون دي، ومعايا الاسود برضو. اشكالهم كلهم حلوين جدا. معايا برضو شكل كمان، بصوا السيمون دي تحفة جدا. معايا برضو اللي هي المستردة، انتوا شايفين المستردة دي حلوة ازاي، حلوة قوي بصراحة. هوريكم، هنزل لكم صور ليها في الفيديو ده، في اخر الفيديو هنزل لكم صور تشوفوها تعجبكم ان شاء الله. نشوف تاني الوان تانية مع بعض، الوانها حلوة جدا. بصوا شايفين اللون ده، ده حلو قوي، والبيبي بلو تحفة جدا ده، شايفين حلو جدا. بصوا الالوان كلها جميلة جدا ومبهجة كده ورائعة. معايا برضو شكل تاني هوريه لكم، هيعجبكم جدا برضو، يعجب كل العرايس، ينفع يمشي عرايس جدا يعني. وهنزل لكم الصور بتاعتها في اخر الفيديو زي ما قلت لكم، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وكمان معايا توكة القمر قوي دي، توكة حلوة جدا، هفتحها لكم دلوقتي ونشوفها مع بعض ونشوف الوانها، وبرضو شكلها حكاية جدا. يلا نفتحها مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس اول دستة افتحها معاكم وانا مخلصة منها قبل كده دستة. بصوا شايفين الدلع بقى، شايفين الجمال ده، بصوا حلوة جدا جدا جدا، تحفة قوي 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 يعني. بصوا هايله قوي. وبصوا الخامه، شايفين انا بعمل فيها ايه، برضو بتكسرش بسهوله. شايفين هي من هنا هنا كده بلاستيك، بس بلاستيك قوي جدا ونضيف. والخامه اصلا بتاعت التوكه هايله جدا، وزي ما انتم شايفين كده التوكه يعني مش محتاجه كلام عشان نتكلم عليها، بتتكلم لوحدها اصلا. بصوا معايا برضو كميات من اللون الذهبي، ثلاثة ذهبي اهم. شايفين القمر ده، صراحة توكة حلوة قوي وعجباني جدا، وانا متأكدة ان هي عجباكو كمان. شايفين الجمال، بص هايلة جدا. تعالوا نشوف اللون التاني اللي معانا في الدستة، الاسود. شايفين الاسود، شايفين الجمال. نمسك واحدة بس عشان كده عشان تبان الاول. بصوا توكة حلوة قوي يعني، بصراحة يعني هايلة جدا زي ما انتم شايفين كده. دي بقى بتبقى حلوة جدا في البيت طبعا. لو بنوتات بقى كده 11 سنة 12 سنة لسه بتلبس كده، ممكن تلبسها برضه يبقى شكلها حلو. او العرايس بقى اللي بتجهز كده في البيت تلبسها على بيجامات مش عارفة ايه كده، تبقى حلوة جدا برضه. ده اللون الاسود اللي معانا كمان مع الدهبي. معايا كمان سيلفر، ده اللون السيلفر اهوت، حلو قوي برضو.
طبعا انتوا اكيد شايفين الجمال ده، بصوا قمر جدا، توكة تحفة قوي قوي، يعني بتتكلم بجد فعلا عن نفسها. وكمان معانا لون اخير اللي هو النبيتي، طبعا حلوة جدا في اللون النبيتي، بصوا الجمال. توكاية تحفة جدا، جميلة، سعرها حلو وجديدة فريدة كده من نوعها، مش منتشرة جدا زي التوك اللي هي المعتادة، او بمعنى اصح اللي هي الشعبي. توكا اوريجينال حلوة قوي، جميلة، والخامة تحفة طبعا، والوانها الجميلة كلها موجودة عندنا في روزلاند زي ما انتوا شايفين كده، بمعنى هنا السيلفر والنبيتي زي ما انتوا شايفين، وكمان معانا الفضي والاسود. نشوف كده مع بعض الفضي والاسود. الاسود ده الاسود معايا، سوري قلت لكم الفضي، احنا حطينا الفضي الذهبي اهوت، شايفين القمرات دول حلوين جدا، تبقى تحفه جدا في اللبس. هسيب لكم صور برضو ليهم لو امكن، لو لقيت لكم الصور هسيبها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو، تتفرجوا عليها هتعجبكم جدا باذن الله. زي ما انتم شايفين كده معانا شكل تاني من التاج القمر قوي ده، تاج كده حلو جدا، ينفع على طرحه، لو على فستان سواريه، ينفع لبنوته لابسه فستان ابيض في فرح، في كده ينفع في البيت، يعني ينفع في حاجات كتير جدا، وشكله حلو جدا زي ما انتم شايفين، متطعم باللولي كده من هنا، جميل قوي. برضو عندنا هوت منه كميات، تمام. عندنا برضو اشكال تانية هبدأ اوريها لكم. بصوا احنا عندنا شكل تاني اوريه لكم، بصوا الشكل ده من الشكل ده، برضو شكلين مختلفين اهمت من التاج ده، برضو سعره حلو جدا. ومعايا برضو اشكال تانية، تعالوا نشوفها مع بعض اهي. معايا كمان شكل اهوت زي ما انتوا شايفين، سيمبل جدا، سيمبل قوي، بصوا رقيقة جدا جدا جدا، يعني زي ما انتوا شايفين في منتهى الرقة. عندي برضو شكل كمان هنبدأ نشوفه تاني مع بعض اهوت، بصوا شكل الفراشة دي حلوة قوي، والحاجات دي اكتر بتبين في اللبس. معانا الشكل الفيونكة الجميلة القمر جدا دي، شكلين حلوين جدا. معايا برضو شكل الفراشة تاني اهوت موجود، معايا برضو اشكال كتير جدا. ومعانا كمان الشكل ده من التاج فيونكة، جميلة جدا برضو ورقيقة، حلوة قوي. والتاجات دي كلها موجودة عندنا في روزلاند ان شاء الله، وبسعر كويس جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من روزلاند ان شاء الله باذن الله. استنونا في فيديوهات تانية تعجبكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.